بصفتي كنادي في القهوة كنهضر على الضرر اللي طبقاتو علينا الحكومة، يعني هاد السدان ديال 30 يوم اللي حنا من الأوائل الناس اللي متضررين. 30 يوم حنا خدامين ويلا كنتكافاو مع مصروف الدار مع الكرا، بنادم الله يحسن لهم، يعني ماشي كتدخل شي مدخول اللي هو طالع بزاف باش غتوفر ولا يلا كتصور ما تاكل. وهاد 30 يوم اللي غنسدو فيها ما بالك باش غادي نعيشو، من غدا ما غنلقاو باش نصرفو على الوليدات، ما نلقاو باش نخلصو الكرا الماء والضو والمصاريف، ومع العلم ان رمضان كتكون مصاريف طالعه على الفطور على الايامات العاديه. يعني كنطالبوا من الحكومه تعطي واحد القرار اللي صالح، يعني صالح اصحاب هذا الدومين وصالح حتى الحكومه، ما يكونش ضرر كلا الطرفين. احنا ماشي ضد القرار اللي اتخذته الحكومه، احنا معها في اي قرار اتخذته. يعني ذاك العام اللي فات خذات الحجر الصحي، خديناه يعني كامل الاراده ديالنا والحمد لله كل شيء داز على خير. ولكن دابا كنفكروا يعني المدخول ديالنا اسبوع خدامين 350 درهم، كاين اللي خدام 400 درهم، وما بالك يعني ملي غادي من غدا غيصبح المدخول زيرو درهم، يعني من غدا غنصبحوا جالسين ورمضان كيبغي الصايره. يعني كنطالبوا دابا الحكومه باش تاخذ شي قرار اللي صالحنا بجوج. بالنسبه للتغطيه الصحيه كنطلبوا الارباب المقاهي، يعني كيقول لك ودي الوقت ما موال مانيش، انت كتشوف يعني ناقص ليا من الوقت، كتنقصني واحد 150 درهم او حتى 200 درهم في النهار، يعني كيقول لك الوقت ما موال ماش، الضرائب الضو الماء الويفي، يعني وبالفعل احنا ماشي ضدهم يعني، ولكن يعني كاينين عراقيل اللي كيلهوا، يعني كاينين الضرائب كينزلوا عليه الماء الضو، يعني ما كيتنفش. السلام عليكم، انا قهوة بشير المسألة ديال الانقلاب في البيبي، كنا حنا متضررين بزاف، كاين مسكين اللي فارق هو، كاين اللي عنده التزامات مع الناس، كاين اللي عنده الفكران، اللي عنده المصاريف، وهذا حنا ماشي ضد القرار، انما بغينا القرار يكون مناسب للجميع، كاين الناس اللي عندها وليدات ديالها، كاين الناس اللي متسمه، كاين الناس قاسينا في البروفيل الاول والثاني الثاني، حنا بالنسبه لنا اللي مضررين، وتنتمنى من الله يكون واحد القرار يكون صافي لهاد الناس باش يكونوا حتى هما في واحد الوضعيه تكون مزيانه ليهم. ولكن الناس مسكين اللي عندهم خبوة دابا راه باغي يسد، غير ما راضيش باش يسد قدام الناس وكذا وداك الشيء، وتنتمنى من الله يكون شي قرار صافي. هذا هو اللي قلت، وهاد الناس راه مضررين، كاين اللي مسكين تيشد 350 درهم في السيمانة، اش غدير له 350 درهم؟ حنا بالنهار سادين، نهار كاين صيام، بالليل سادين، الناس حتى شي بديل، غنوضو نديرو تحت الديزيرات، نشوف الناس اللي كلشي ديزيرة، غنوضو ندير شي حاجة، ما كاينش شي حاجة، لا كاين اللي كاري، كاين اللي مسكين واكل كسر بزاف، تنتمنى من الله يكون القرار، القرار يكون مناسب، ويكون يحسن بهاد الناس، راه واقع اللي كسر بزاف، شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.